رقمنا الحمد لله في جميع المجالات. اذا نختار نقول على عني ذاك اللي قلت مرتين الماضيه هنا، لا ما زلت قايلو، ما متغير في شيء. نحن لا كاليتي دي ريزو ما انا راضين عنها نهائيا، ومن مسؤوليتنا على ان نسويفوها الين تعود ان شاء الله تعالى، نتابعوها الين تعود ان شاء الله تعالى مطابقه لدفاتر الالتزامات، وحسب الكونترول التالي معدل على انها بعيده كل البعد من ذاك الالتزامات اللي مبينه مع هذا الشرايط. والخطة كانت واضحة جدا، وعبارة عن تغيير في المنهجية. معناها شنو؟ معناها عن بدل إلزام الشرائك على أنهم يخلصوا دونك اولي دي سي ليميتي و زاماند و ميزان دمر، ونا شانجي ان بي الاستراتيجي بور كي اون لي ربوس ا فير دي انفستيسمون بور اميليوري لا كاليتي دو ريزو. دونك ش عدنا؟ غيرنا الاستراتيجية شوي، يعني بحيث على عنا بحيث على عنهم نقولوا لهم يعدوا الانفستيسمون، يعدوا استثمارات، اياك 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 لا كاليتي دو ريزو تتغير. بدل ما نقول لهم دخلونا الفضاء، نقول لهم لا غيروا الاستثمارات. وهذا نعطات لهم الفتره اللازمه اياك يعدلوا. وكانت عندها كاقصى حد يوم 22 سبتمبر، هذا قلته المره الماضيه هون. اياك يغيروا من هذه من هذه من هذه الحاله ذي. وكانت معطيه لهم فتره السابق ذاك، ونزلت بثلاث اشهر، وكانت نهايتها يوم 22 سبتمبر. يوم 23 سبتمبر مشات السلطه وسلطه التنظيم المسؤوله عن تنظيم قطاع الاتصالات، مشات بعثات تدقيق في مجال لا كاليتي دو ريزو. واليوم هذه البعثات اكتملت على مستوى الداخل ككل، مازالت نواكشوط حالا قيد التدقيق، وقايلين احنا على عنها في ظرف اسبوع اسبوعين النتائج ان شاء الله ولا يتوخى. ذيك النتائج اللي لا يتحدد لنا بشكل واضح كان خلقت تغيير، والله كان خلق تحسن في الخدمه. وشنو مستوى ذاك التحسن؟ واحنا على مستوى الوزاره انشرنا راهو قلت رجعوا له شنو هي الوضعيه في التدقيق القديم، وكيف قلت وضعيه غير نهائيا مرضيه بعيده كل البعد. وحدت السلطة فيها شنو هي الوضعية المطلوبة على انهم يا الله يلحقوا. واضح. وفي حالتهم ما لحقوها شنو هي الإجراءات اللي تعدل. ومن ضمنها على انهم لا ينتقص حتى فترة ترخيصهم. إذا واضح. إذا لا تعد إجراءات تعود تم ذاك اللي مثل هذا. وهذا من ناحية، إذا ننتظر السلطة وهي سلطة مستقلة. حنين هي سلطة مستقلة. ونحاله ان شاء الله تعالى تتوخى النتائج، وذيك النتائج دور تنتشر، والاجراءات تبعها لا تنتشر. هذا من ناحيه. حاليا لا 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 انا لن اعطيكم المعلومات اذا ما في شيء. يا واحد ننتظر قليلا. والله لا اعطيكم تتكلموا لا تختاروا لا تبغوا. اذا انا اعطيك الكلام، انا اعطيك الكلام. مجيد انا ما عندك حق تقوله. مجيد انت طرحت سؤال. لا لا وما هو حوار. انت طرحت سؤال. ما لك طلب من انك تطرح لك سؤال اخر تطرحه ولا يجاوب، خليه عنده حريه يجاوب. وين يرجع لك السؤال راك تطرح سؤال. اذا كي قلت انا طرح لي العار مرات كاع، مي مره واحده مرات علي مرات. اذا واعطيكم الكلام اللي عادتوا تختاروا، ما عندكم اضافه. على كل حال اذا انا قلت نختار عود واضح، لعد مو واضح نقدر نحاول كان نوضحه اكثر. نحن قلنا على يوم 22 سبتمبر هي كانت الفترة النهائية ياك هما يعدلوا ذيك هذا تماما. يوم 23 اليوم الموالي ذاك مشات بعثات على جميع التراب الوطني. هاي البعثات اكتملت مهمتها، وهي ما تعدل الوزارة، تعدل السلطة، وسلطة مستقلة. اكتملت مهمتها على جميع التراب الوطني باستثناء الواكشوط حال. وحسب المعلومات اللي عندي اليوم على انهم الواكشوط لا يكملوا في ظرف اسبوع، ولا يؤخذ على المجلس شنو قال الكوميتي، والله الكوميتي اللي على مستوى السلطه ياك يوخض النتائج باذن الله تعالى. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى نحن استراتيجي ظرف اسبوع اسبوعين يوخذ لك ان شاء الله تعالى كاقصى حد ان شاء الله تعالى. ويدور ملي ينتشر، ما في شيء باذن الله تعالى لا يعود مشحوت. وذي اللي مطلوب منهم يوصلوا له محدد، يعني ترجعوا درك الموقع اللي دور تجبروا فيه بشكل واضح جدا. وشين هي كانت المستويات تقل. ونختار نقول لك على انها كامله ما هي مرضيه. انا معاك انا كمواطن وكمسؤول وكامل، انا وانت متقاسمين نفس هذا.
وعندنا مسطره اللي نتباركوا معاه هنا ان كان ان شاء الله تعالى خير به. وهذا من ناحيه، من ناحيه اخرى نحن الاستراتيجيه الجديده عندنا نشتغلوا معاهم بشكل يومي. اذا بدل ما عندنا نعطوا فتره طويله ما في اتصال ولا في متابعه ولا في شيء، ونجوا نعطوا نديروا عليهم امانت ونقول لهم خلصوا لا هذا ما هو الاستراتيجيه الجديده على عندهم بشكل يومي يتابع معهم، يعني السلطه تتابع مع هذه الشرائح بشكل يومي. ونختار ناكد لكم عن من بدايه بعد اوت الى اليوم اللي بعد العارف هذا الشيء، فم عشرات الحمد لله القرى وعشرات القرى اللي وصلت الشبكه ولا كانت واصلت، فماتها العشرات من 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 المواقع اللي كانت في الجيل الثاني وانتقلت الجرابه، وفم العشرات اللي كانوا يستخدموا الطاقه الكهربائيه وانتقلوا شو الطاقه الشمسيه بها اللي دائما مشكله الطاقه كما تعرفوا مطروحه. هذا بشكل غير ما نختار نعدلهم لا بي بي ستي هون، فهمت؟ غير هذا موجود عندنا باللوائح عندنا ونحن متابعينه معاهم، ياك يعود ديناميكيه، هاي ديناميكيه قطعا مش اكيد خاليه. كان لحقت المستوى والله ما لحقت اتحاد السلطه. ونحن عندنا مستوى من ما يلحقوا نعتبره لا هم ناحيه. اذا استثمارات كبيره جدا قاموا بها في هذه الاشهر، هاي ناكدها لكم. فم جانب اخر اليوم ذكر مع الوزير قبيل في تقديمه عن حتى اليوم قدمنا مرسوم اليوم في الوزراء اخبار زياده التنسيق بين الوزاره والسلطه، وعن فم لجنه وزاريه مشتركه بيننا بإشراف من الوزارة الأولى، لا كان هذا يعود متابع بشكل آلي بشكل متواصل، إذا هذا بشكل